مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. والمشهد السياسي في مصر مليء بالأحداث ما بين تغيير الحكومة وانتظار الانتخابات الرئاسية القادمة، وانتظار كمان قانون الانتخابات، ما بين أحلام وأمال المصريين في التغيير وفي وضع أحسن للبلد. هيكون معنا النهاردة الدكتور نبيل زكي هنتكلم معاه في كل هذه الموضوعات. صباح الخير يا فندم، وأهلا وسهلا بحضرتك. في البداية يا فندم عايزين نتكلم مع حضرتك عن الكلمة اللي ألقاها المشير السيسي أمس. كانت بمثابة طمأنة للمواطنين، لأنه كان بدأ القلق يزداد لدرجة التساؤل، هل المشير غير رأيه؟ هل هو متردد في الترشيح؟ هل الضغوط الأمريكية على مصر وصلت إلى درجة أنه في إعادة نظر في الترشيح؟ كل دي تساؤلات، بعضها متشائم بهذا الشكل، بعضها لم يكن يدرك مدى تحرر الإرادة المصرية من أي ضغوط أجنبية. فجاءت تصريحات المشير بالأمس بمثابة طمأنة للقلقين اللي كانوا بدأوا يتساءلوا عن هل يعتزم المشير ترشيح نفسه أم هو غير رأيه أو ماذا. فجاءت في وقتها، يعني أنا مثلا تلقيت تليفونات من مواطنين ومواطنات انبسطوا من التصريحات، اعتبروا أن دي قضت نهائيا على كل على أي تساؤلات موجودة أو تساؤلات أو قلق. فدي أهمية هذه التصريحات. الشعب كله في انتظار الانتخابات الرئاسية، ودلوقتي ما فيش غير حمدين صباحي من المرشحين، والمرشح طبعا المشير السيسي امبارح لما أعلن ترشحه، ايه الاخبار في انتظار مرشحين تانيين هيعلنوا ترشحهم ولا ايه اللي هيحصل؟ شوفي، بالامس استقبلنا في حزب التجمع المرشح حمدين صباح، كان هو طلب ان يلتقي بقيادات الحزب. فطبعا نرحب احنا باي مرشح يريد ان يلتقي بقياده الحزب، يعرض وجهه نظره، برنامجه، ويرد على الأسئلة المطروحة من جانبنا. هذا ما حدث بالأمس مع المرشح حمدين صباحي، وكان في يعني عرض مستفيض من جانبه، وركز على أهمية قضية العدالة الاجتماعية، واحنا طرحنا عليه تساؤلات حول موقفه، حقيقة موقفه من الجماعة الإرهابية. فكان الاجتماع طويل ومليء بالمناقشات المثمرة في الواقع. هو تساءل عن موقف الحزب من المرشحين. أنا عايز أسأله لحضرتك، حضرتك طبعا المتحدث الرسمي باسم الحزب، إيه دور الحزب وهيكون يعني هتعملوا إيه موقفكم في الانتخابات؟ شوف يا حضرتك، يعني من أيام أصدرت الأمانة العامة بيان يتلخص في الآتي، إن احنا طبعا بننتظر فتح باب الترشيح ومعرفة أسماء المرشحين كلهم ومعرفة أو التعرف على برامجهم الانتخابية، ولكن نحن نرصد تيار شعبي جارف يطالب بترشيح المشير عبد الفتاح السيسي، ونحن نحترم هذه الإرادة الشعبية، وننتظر منه أو نتوقع منه أن يتجاوب مع هذه الإرادة الشعبية. طبعا في تفويض من الأمانة العامة للمكتب السياسي أنه لما تعرف أسماء المرشحين يحق للمكتب السياسي أن يتخذ قرار رسمي بتأييد المرشح الفلاني بالاسم، يبقى قرار رسمي نهائي. لكن احتراما للحزب وكوادره يجب أن ننتظر، يعني أو القرار الرسمي ينتظر إعلان أسماء المرشحين وبرامجهم، وبعدها هتقرروا الحزب هيقف جنب مين بالضبط وهيدعم مين بالضبط. تمام. حضرتك بقى دلوقتي في قانون الانتخابات الرئاسية المعدل، حضرتك شايفه إزاي وإيه هي كانت أهم بنوده؟ أنا شايف أن في مشكلة كبيرة في القانون تتعلق بالإنفاق المالي في الانتخابات. هم كانوا قايلين 10 مليون ورفعوها إلى 20 مليون، وبعدين قالوا أنه
النسبة اللي يعني يتلقاها من التبرعات من مؤيدي وأنصاره نسبة معينة، يعني باختصار تستنتجي في الآخر إن المرشح ده لازم يكون من أصحاب الملايين. يعني أنا بعتقد إن إحنا مش في مجتمع المليونيرات يعني أو المليارديرات. أنا هقول لك حاجة واقعية، يعني أول ما تردد إنه المشير السيسي يترشح، أنصاره اللي بيأيدوه افتتحوا مقرات على حسابهم، يعني مش انتظروا ان هو يدفع لهم أجرة تأجير المقرات. عادة أنصار المرشح أو المؤيدين له بيتبرعوا بأنه يقيم سرادق، يجي يخطب فيه، يشرح للجماهير هو ترشح ليه وبرنامجه إيه، أو مقرات انتخابية من هذا النوع. هنا السؤال، يعني العشرين مليون دول ايه؟ وبعدين مين قال انه حتى لو العشرين مليون ده هفترض انها تبرعات؟ التبرعات ليست في كل الاحوال مستحسنة. وانا هضرب لك مثل بامريكا. دايما يقال في الانتخابات للرئاسة الامريكية ان لما مثلا شركة خاصة تدفع تبرع لتمويل حملة باراك اوباما، ما هي بتنتظر من باراك اوباما ان يرد لها الجميل في شكل خطوات، اجراءات، قرارات، قوانين لمصلحتها. اكيد، فالتبرع ده مش حاجه في صالح المرشح. وبالتالي لازم يكون في حذر بالنسبه لموضوع الانفاق المالي في الانتخابات، ولازم يكون في سقف، ولازم تكون في قواعد او اليات لمراقبه هذا الانفاق المالي، سواء عن طريق كانوا بيقولوا عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات او لكن في ضوء تجارب الانتخابات اللي فاتت لم تكن هناك آليات أو رقابة حقيقية على الإنفاق المالي للانتخابات، بما في ذلك حتى في الانتخابات البرلمانية. أنا أعرف مرشح صرف في الدائرة بتاعته عشان ينجح 30 مليون. افترضي أن أنت المنافس بتاعه وما لا تملكي غير بضعة عشرات آلاف، وهو يكون أكفأ منه بالضبط، فرصته بتضيع. الحاجة الثانية اللي أنا لاحظتها إنه القانون يعاقب بالحبس أي مواطن يعتدي على عضو في اللجنة الانتخابية أو رئيس اللجنة الانتخابية، ماشي، ده كلام سليم، ولكن يعاقب بالغرامة فقط من يستغل دور العبادة في الدعاء الانتخابية، رغم أن رأيي دي جريمة أكبر، لأن دي بتأثر على مواطنين كتير. أكيد. وفي دور الانتخابات الرئاسية السابقة نعرف ان في امام جامع او واعظ في اسكندرية كان دايما يقول لدخوله الجامع انتخاب محمد مرسي فريضة اسلامية. اتكلمنا كتير عن الموضوع ده، اتكلمنا كتير عن حظر الدعاية في المساجد. أحد. ولم يعاتبه احد، مش يعاقبه، يعاتبه. فاحنا عايزين يبقى في اجراء رادع ضد اللي بيحول اي انتخابات سواء رئاسيه او برلمانيه الى انتخابات طائفيه او فتنه طائفيه. يعني هنفترض من مرشح الرئاسه دي واحد مواطن مسيحي، هنتكلم في ايه بقى؟ نعمل فتنه طائفيه ولا نتكلم في السياسه ومصالح الجماهير والعداله الاجتماعيه الى اخره؟ المفروض كده. أكيد. وهذا يعني يسري اكثر على الانتخابات البرلمانيه منها الرئاسيه. دي بعض ملاحظات على مشروع القانون. شفنا كمان في مشروع القانون اتكلموا على شخصية المرشح وشروط الترشيح وكمان على اللجنة الانتخابية. اللجنة الانتخابية العليا لا غبار عليها، يعني تبتت رجال قانون، قضاء إلى آخر. لكن هي المشكلة اللجنة العليا الانتخابية يا أستاذة، في ضوء تجارب برضو الثلاث سنين اللي فاتت من استفتاءات أو انتخابات رئاسية وبرلمانية، إنها تضع قواعد سليم، زي مثلا حظر الشعارات الدينيه ولا تهتم ولا تطبقها. لا، وهي شايفه انها لا تطبق لكن لا تحرك ساكنا ازاء رفض او الامتناع عن تنفيذ هذه القواعد او احترامها. هنا بقى عايزين وقفه ازاء هذا الموضوع. بالنسبه للتحصين، انا يعني ضد التحصين ولكن لمدة يومين. صاحب المصلحة اللي هو المرشح، يعني انت مرشحة لرئاسة الجمهورية، عندك ملاحظة، منافسك نجح، عندك ملاحظات او مؤاخذات شايفة ان في تلاعب مثلا في بعض الدوائر الانتخابية، تطعني
خلال يومين فقط يتم حسم هذا الأمر الطعن خلال يومين، ويغلق باب الطعن، لأن ده بقى مش هنعمل بقى نعبث بموقع مهم اللي هو الرئاسة كل شوية واحد يطعن، مش هنخلص كده. كمان شفنا القانون بيقول ان في حبس هيكون للمخالف، يعني لو في رئيس من المرشحين مخالف هيكون في حبس وغرامه. هو الحقيقه شوف، عايز اقول لحضرتك حاجه، في الدستور الذي تم اقراره سقطت هاله القدسيه وحكم الفرد المطلق عن الحاكم، يعني لاول مره في تاريخ مصر من حق البرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية وفقا لترتيبات معينة أو نظام معين، هذا جديد في تاريخ مصر. إذا انتهى الحاكم المحاط بهالة من التقديس، ما فيش كلام، أصبح الحاكم مواطن يحاسب إذا بقدر ما يملك من سلطات، بقدر ما يخضع للمساءلة والمحاسبة، وهذا جديد. شفنا كمان من شروط الترشح ان لازم المرشح يبقى عنده مؤهل عالي، والبعض شاف ان ثلثين الشعب المصري ما عندهمش مؤهل عالي وان ده هيكون اقصاء لبعض القوى السياسيه. انا الحقيقه سالوني بعض الصحفيين في هذا الموضوع ودوشت، بيقولوا ان في ناس بتستنكر انه المرشح يبقى عنده مؤهل عالي، يعني ازاي يعني انا هقول لحضرتك بصراحه، المؤهل العالي ده النهارده اللي عندنا في مصر يساوي هو مش كافي من 70 80 سنه الابتدائيه. ايوه